الأحد اللي هو حدث السابع من موسم الرسل، موسم البشارة، فرازة الرسل، حتى بعدين يبدي موسم الثمار، موسم الصيف. يسوع ده يدعونا إلى أن نكون جديين، لأنه الطريق ما هو سهل، مثل كل طريق اللي يوصل إلى غايات سامية، غايات عالية، أهداف عالية، ما يكون سهل. فطريق الحب، طريق الإيمان، طريق العلاقات الأصلية الأصيلة، دائما يكون طريق بينه صعوباته، ولكن أخيرا يعطي الثمار مالته، والإنسان يفرح بها. Thank you.
من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية يقول يا إخوة بارك الله. بنيرك المسيح بتعاليمه المقدسة. إذن يا إخوتي وأحبائي كونوا ثابتين غير متزعزعين، بل كونوا متفاضلين كل حين في عمل الرب، لأنكم تعلمون أن تعبكم ليس بباطل في الرب. وأما من جهة ما يجمع للقديسين فكما أمرت كنائس الغلاطيين كذلك فاصنعوا أنتم أيضا، كل واحد منكم في كل يوم أحد فليضع في بيته ويحفظ ما تصل إليه يده، لئلا تكون الجبايات عند قدومي إليكم. ومتى قدمت أرسل الذين تختارونهم برسالة ليحملوا كرمكم إلى أورشليم، وإن استحق الأمر أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأقدم إليكم متى ما جاوزت مقدونيا، لأني مار بمقدونيا، وربما أقيم عندكم أيضا وأشتو عندكم لتصحبوني إلى حيث أمضي، لأني لا أريد أن أراكم الآن كعابر طريق، فإني أرجو أن أبطئ عندكم مدة إن أذن لي الرب. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقم جميعا باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. يأتون من المشرق والمغرب والشمال والجنوب،
يتكئون في ملكوت الله، وهوذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين. Jesus went on his way through towns and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Someone said to him, "Lord, will those who are saved be few?" And he said to them, "Strive to enter by the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the householder has risen and shut the door, you will begin to stand out and to knock at the door, saying, 'Lord, open to us.' He will answer you, 'I do not know you where you come from.' Then you will begin to say, 'We ate and drank in your presence, and we taught in our streets,' but will say, 'I tell you, I don't know you. You depart from me, all you workers of evil.' Then you will weep and gnash your teeth when you are saying, 'Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God,' and you yourself thrust out, and men will come from east and west, and from north and south, and sit at table in the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." Shuha. بتعابير قريبة إلى الحياة وقريبة إلى مفهوم أبسط إنسان، يعني ما تحتاج إلى أن يكون الإنسان جدا ذكي مثل ما أقول عبقري حتى يفهم يسوع. يسوع أراد أن يقول مثل ما الحقيقة بتعابير جدا قريبة إلى مفهوم الحياة. فلما يسوع كي يتحدث كي يحكي عن انه هل لي خصوم قليلين كثيرين، لا يتحدث عن شيء اخر في الحقيقه، وهو انه طريق الحب، طريق الوصول الى الكمال، طريق الايمان، هو طريق عنده تحديات مالته، بس بنفس الوقت إذا اكتشف الإنسان هذا الشيء راح يقدر يوصل. فيسوع ما كان كيتحدث عن الأعداد عن الأرقام، كان كيتحدث بالأكثر عن هل الإنسان أو لما الإنسان يكتشف عمق هالحقيقة راح يقدر أن يتبناها، يقدر أن يمشي بيها، ويقدر يوصل إلى النهاية، يقدر يوصل إلى الباب حتى إذا كان ضيق يقدر يوصل له ويقدر يدخل من خلاله. الحياة تعلمنا أنه النجاحات الوصول إلى الأهداف يحتاج إلى تضحية، يمر من خلال تحديات، إذا دراسة، إذا رياضة، إذا شغل،
إلى علاقات عائلية. كل هالأشياء تفوت من خلال تحديات. وهالتحديات لما الإنسان يكتشف أنه شلون نوصل إلها، وهذا الوصول راح يكون عن طريق قبول التحديات وقبول التضحيات حتى يقدر الإنسان يوصلها. بالحياة العائلية مثلا، لما الزوج والزوجة سواء بعلاقتهم مع بعضهم أو بعلاقتهم مع أولادهم، لما يكتشفون شلون نوصل إلى الطريق اللي بينه إحنا نكون فرحانين، إحنا نكمل واحد الآخر، وإحنا نقود أولادنا إلى اللي أراده الله من عدنا، إلى الغاية اللي الله أراد من عدنا نوصل أولادنا. صح بيها صعوبة، بس لما الإنسان الأب والأم يكتشفون هذا الشيء بعد ما يكون صعب، ما يكون مستحيل على الأقل. بينه تحديات بس راح يكون بينه الفرح مالته تماما مثل الرياضيين. لما يغلبون ما راح يغلبون بسهولة، ما راح يغلبون من دون جهود، ولكن يعرفون أنه الغلبة عدها الفرح مالتها، عدها هالشعور بأنه جهودي ما راحت هباء، ما راحت بلاش. أيضا بحياتنا يسوع يريد يقول لنا أنه دخول من خلال هذا الباب اللي دا يسمينه الضيق لأنه فيه تحديات ما هو بسهولة واحد يفوت، ولكن أخيرا الوصول إلى ما بعد الباب، إلى المكان الفرح مثل الوصول إلى النجاح، الوصول إلى الغلبة بالرياضة، الوصول إلى الموافقية بالأشغال، الوصول إلى الفرح العائلي. كل هالأشياء تمر من خلال هالصعوبات، ولكن أخيرا الإنسان يوصل إلى هذا الهدوء، إلى هذا الفرح الداخلي. فشيء حقيقة في تفكيري يسوع اللي أراد أن يقولنا من خلال هذا الشيء هو أنه لا تخافوا، ولو يقول قليلون الذين يريدونهم الدخول من الباب الضيق، ولكن هذا الدخول ما هو لأعداد قليلة، بمعنى أنه نقدر كلتنا أخيرا، نقدر كلنا إذا اكتشفنا هذا الشيء، إذا اكتشفنا أنه ما ممكن نوصل إلى الغايات الجيدة، إلى الأهداف الجيدة بالحياة من دون تحديات، من دون تضحيات، إذا اكتشفنا هذا الشيء راح نوصل. فنصلي بهذا القداس حتى يسوع يساعدنا بأن نكتشف الحقيقة. نقم حسنا كلنا بإيمان ورجاء نطلب قائلين ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكل نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل الأمن والوفاق وثبات كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك. ارحمنا يا رب. أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل اعتدال المناخ ووفرة الظلال والثمار وصلاح العالم أجمع نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل صحة أبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر الأعظم بابا روما ومار لويس الجاه طريق البطريرك ومار فرانسيس أسقف برشيتنا وأبينا مار إبراهيم، ومن أجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل آبائنا الأساقفة حافظي الإيمان في العالم كله نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج المتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا من بيننا على
Thank you.
الراشدين الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح السلام العظيم وأمان البشر وابطل الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيسة الجامعة وأزل الحرب عن وجه الأرض وأبطل شعوبك خاصمة داعية إلى العنف فنعيش حياة هادئة وواضحة من قوة وتقوى.
يكون يوم الأحد مبارك علينا جميعا.